بحدث معين. العالم كله، الفقير منه والغني، المتقدم والمتأخر، بلاش المتأخر والنامي، المتقدم والنامي، عشان الدول المتأخرة اللي زي حالتنا واللي أقل مننا بيزعلوا من كلمة متأخرة، يقول لك developing countries، الدول النامية. كنا بنقول إنه العالم كله بكل دوله وأشكالها وألوانها بيحتفلوا بيوم البعض بيعتقد إنه اليوم ده بيفكرهم بالألم، بس الحقيقة إنه اليوم ده بيفكرنا أو بيفكر العالم كله بالفايترز أو المحاربين، اليوم العالمي للسرطان. كان في فعاليات كتيرة في مصر، فعاليات كلها في زخم اليوم ده، تذكير بأهمية التوعية، التذكير بأهمية التعاطف، التذكير بأهمية الوعي. في واحد من المنتديات أو في واحد من الأنشطة اللي حصلت في اليوم ده، كان يوم عملته جمعية أصدقاء مرضى السرطان. الجمعية كان بيحضر اليوم ده عدد كبير جدا من الفايترز أو المحاربين، الحقيقة إنه جزء منهم إحنا نعرفه بشكل شخصي، إحنا كبرنامج ومقدمة البرنامج نعرفهم بشكل شخصي، تعاملنا معاهم وتعلمنا منهم. اليوم ده صحيح إنه هم قدموا تكريم للبرنامج وتكريم لمقدمة البرنامج، بس الحقيقة إن اللي يستاهل التكريم أكتر هم هؤلاء المحاربين، الناس اللي المرض السرطان ما كسرهمش، ما خلاهمش يتقوقعوا، ما خلاهمش يستسلموا للألم ويستسلموا لفكرة إنه ما فيش فايدة. دول المحاربين اللي محتاجين تكريم. أنا من 48 ساعة بس عرفت إنه حد من المقربين ليا جدا اتشخص على إنه عنده كانسر في غدد الكلى. أكيد لو كنت عرفت الخبر ده قبل ما اشتغل وأعرف الناس دول كان هيبقى رد فعلي مختلف تماما. أنا فجأة حسيت إن أنا من جوايا عمالة أقول مرض وهيتعالج، وكل اللي جوايا نقلته لهم. أنا بس عايزة أقول إن كل الناس اللي هنا أو اللي أنا قابلتهم كلهم أنا واللي تابعونا اتعلمنا منهم حاجات كتيرة حلوة. أنا كل اللي عايزة أقوله إن أنا أدعي لكل واحد لسه في العلاج إنه ربنا يتم له شفاء على خير. شكرا جزيلا للجمعية، شكرا جزيلا.